طيب دكتور، برضو كلمنا كده عن حاسة الشم والتذوق وقد ايه هما مؤشر للإصابة بكورونا. في دراسة مؤخرا اتعملت في جامعة لندن كوليدج في بريطانيا بتقول ان 80% يعني عملوها على اشخاص عندهم فقدان لحاسة الشم والتذوق، لقوا ان 80% من الاشخاص دول عندهم كوفيد، عندهم كورونا. فبصفة عامة 80% او 78% بالظبط من المصابين بكورونا بيعانوا من فقدان حاسة الشم والتذوق. الدراسة بتاعت لندن كوليدج دي لما لقوا ان في 80% منهم عندهم فقدان لحاسة الشم والتذوق، ال 80% دول نصهم او 40% منهم ما كانش عندهم اي اعراض تانية، ما عندهمش كحة، ما عندهمش سخونية. ففقدان حاسة الشم والتذوق من ابريل الماضي وهي بقت عرض رئيسي من اعراض كورونا. في ناس كتير جدا ما بتكحش ولا سخنه ولا اي حاجه، بس عندهم مشكله في حاسه الشم والتذوق. فبدات دلوقتي خلاص اول ما حد يلاقي نفسه فجاه فقد حاسه الشم والتذوق خلاص هو كوفيد، فبيتعامل على هذا الاساس.